تلاميذ الصف السادس الابتدائي، ارحب بكم في درسنا الجديد لهذا اليوم وهو الدول. لدينا العبارات التالية: 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، وأيضا 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، وأيضا المثال الثالث 5 ضرب 5 ضرب 5. سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة. ما هو العامل المتكرر في كل واحد منها؟ نلاحظ أنه في المثال الأول العامل المتكرر هو 2، هو 2. كم مرة تكرر الاثنان في المثال الأول؟ نقوم بالعد: 1 2 3 4، نضعها في أعلى الرقم 2. في المثال الثاني ما هو العامل المتكرر أيضا؟ نلاحظ أنه 3. كم مرة تكرر؟ نقوم بعملية عد: 1 2 3 4 5. وفي المثال الثالث أيضا ما هو العامل المتكرر؟ 5. كم مرة تكرر؟ أيضا 3. نلاحظ أنه كانت مكتوبة هذه العبارات بشكل مطول، اختصرناها بطريقة ثانية وهي بطريقة الدور. نسمي العدد الذي في الأسفل بالأساس، هذا نسميه الأساس هو العامل المتكرر، وعدد مرات التكرار نسميه بالأس، الأس. وأيضا في المثال الثاني من منكم يحدد الأساس والأس؟ الأساس هو العدد أو العامل المتكرر، وعدد مرات التكرار نسميه الأس. أكتب الأساس وهنا نسميه الأس، وفي المثال الثالث أيضا نسميه العدد أو العامل المتكرر بالأساس، والعدد الذي في الأعلى الذي تكرر فيه كم مرة تكرر؟ 1 2 3، نسميه الأس، الأس. إذا كتبت بطريقة أخرى مختصرة لهذه العمليات، ونحن نعتمد دائما في الرياضيات على الطرائق المختصرة. نسمي أعزائي التلاميذ العدد المتكرر في عملية الضرب بالأساس، وهو يكون دائما في الأسفل. أما العدد الذي في الأعلى وهو عدد مرات التكرار نسميه بالأس، ودائما يكون في الأعلى. عندي مثالين، اكتب ما يلي بالصيغة الأسية. نلاحظ هنا الأساس هو 8. كم مرة تكرر يا أعزائي التلاميذ؟ تكرر مرتين. نقول الجواب 8 أس 2، أو مربع العدد 8 هو 2. نلاحظ أنه عندي بالقاعدة مربع العدد هو رفع هذا العدد إلى الأس 2 لأنه تكرر مرتين. وفي التدريب الثاني أين الأساس؟ هنا العدد أو العامل المتكرر أين هو؟ هو 7. وما هي عدد مرات التكرار؟ هي 3، 1 2 3. أين الأس وأين الأساس؟ الأساس هو المتكرر، العدد المتكرر. عدد المرات هو 2، هذا نسميه الأس وهذا نسميه الأساس كما تعلمنا سابقا. عندي القاعدة النهائية، مربع العدد هو رفع هذا العدد، هو رفع هذا العدد إلى الأس 2. أما مكعب العدد هو رفع هذا العدد إلى الأس 3، وهو يعبر عن عدد مرات التكرار.